السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا متابعي قناة الموسوعة الأوفياء. الوزن الزائد والدهون المتراكمة حول الجسم من الأمور التي تعاني منها كثير من السيدات، والحل الأمثل لهذه المشكلة الرجيم أو نظام الطعام الصحي، بالإضافة بالطبع إلى التمارين الرياضية. سنخبرك هنا بمجموعة تمارين مميزة لزيادة حرق دهون الجسم، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى تصلك الحلقات القادمة بمشيئة الله. مستعدون للبدء؟ هيا بنا لنبدأ. التمرين الأول، البلانك مع حركة الخصر. تمرين البلانك العادي من أفضل التمارين لحرق دهون الخصر، ولو كنت ترغبين في فائدة إضافية جربي هذا التنويع عليه. في هذا التمرين تنامين وبطنك في اتجاه الأرض، وتحملين جسمك في خط مستقيم من الرأس حتى القدمين على كل من أصابع قدميك ومرفقيك، ثم تحركين خصرك اعتماداً على أردافك إلى اليمين ثم اليسار، كما لو كنت ستنقلبين على جانبك. التمرين الثاني، تمرين الكرانش الروسي. تنامين في هذا التمرين على ظهرك مع ثني ساقيك أو مدهما، ثم تقومين بالجزء العلوي من جذعك حتى تصلي لزاوية 45 درجة مع الأرض. في هذا التمرين تجلسين على الأرض مع رفع قدميك أمامك في الهواء وثنيهما وإمالة الجذع للخلف بزاوية، ثم تحريك الجذع إلى اليمين واليسار، ويمكنك إمساك كرة بين يديك لتحقيق التوازن أو أوزان خفيفة لتمرين أقوى. التمرين الثالث، تمرين البريدج مع تغيير الساق واليد. تمرين البريدج من التمارين التي تقوي كل من عضلات البطن والأرداف، وفيه تنامين على ظهرك ويديك بجوارك على الأرض بينما ساقيك يصنعان شكلا مثلثا على الأرض بركبتين مثنيتين، ثم ترفعين ظهرك عن الأرض ثم تعيدين الخطوات. إذا أردت تمرينا أقوى خذ الوضع السابق نفسه لكن مع رفع الجذع والظهر، فترفعين الرجل اليمنى والذراع اليسرى ثم العكس بالعكس وهكذا. التمرين الرابع، تمرين الكرانش مع تحريك الساقين. هذا أيضا تنويع آخر على تمرين الكرانش، لكن مع تقوية عضلات البطن السفلية والساقين. في هذا التمرين تضعين يديك خلف أذنيك مع رفع ساقيك عن الأرض قليلا وهي ممدودة أمامك، ثم تقومين بجذعك حتى تصلي لزاوية مع الأرض، وفي الوقت ذاته ترفعين ساقيك ثم ترجعين لوضع البداية وتعيدين ساقيك للأسفل. التمرين الخامس، تمرين التسر. هذا التمرين من تمارين البلايت التي تقوي عضلات الجسم وخاصة البطن، وفيه تنامين على ظهرك مع رفع ساقيك بزاوية 90 درجة ومد يديك حتى تلامس ركبتيك مع رفع الجذع عن الأرض، ثم تعودين للخلف قليلا وتصبح يداك ممدودتين خلف رأسك وتمدين ساقيك لأعلى فيأخذ جسمك شكل حرف V، وتعودين مرة أخرى لوضع البداية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، لكن قبل الخروج لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لتصلكم الحلقات القادمة بمشيئة الله في الوقت المناسب. شكرا لكم على المشاهدة ودمتم بصحة وعافية.